ملحمة عملها جمهور النادي الأهلي في الكويت، الحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة. بيتغنوا باسم ناديهم، بيتغنوا باسم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب. أهم حاجة إن هم بيدعوا له، وكل مصر بتدعي للكابتن محمود الخطيب إن شاء الله أن يعود سالما من رحلة العلاج اللي هو سافر فيها.